طبعا ادرينالين فظيع، مجرد ما بنلبس سكيتس خلاص احنا في حته تانية. يعني كلنا بنات من اعمار مختلفه، من فوق ال 18 اللي ما فوق بعد ال 40 كمان، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان احنا نبقى جزء من الومن امباورمنت في مصر او في الميدل ايست عامه. So when you say roller derby you're talking about an all female sport. It's powerful because of that. It doesn't have to be anything special. It's just the sport has an amazing finesse and it's only women, and so it's a testament to what women can do. And we look good doing it, like the way women work together to play the sport. It's a beautiful thing. The jumps, the hits, there's racing. في ناس كتيرة بتخاف من فكرة ان هي انا ازاي عندي 20 سنة ولا 30 سنة وهلعب رولر ديربي دلوقتي وهعمل سكيتنج وهلعب رياضة وعايزة فتنس. بس طبعا كنا دايما بنحمسهم ان كلنا كنا كده، كلنا اعمارنا كبيرة. It doesn't matter body type, age. يعني انا مثلا عندي 40 سنة وعندي ابني عنده 5 سنين ومتجوزة وبشتغل وكل حاجة وأنا قادرة ألعب يعني. I have pictures of me playing in America. There are people in the background like this. You know, it's shocking for everybody. So it was the same way here. But I think there's a certain type of girl, like I was saying earlier, that's really excited by that sport and excited to kind of show her power and prowess in that way. حاولنا كتير ان احنا نبقى ناخد اتنشن شويه في مصر. كلمنا الاتحاد اللي هو اتحاد الانزلاق الفني اللي ماسك كل الرياضات اللي بتتلعب على سكيتس او باتينيج، وناخد الدعم من الاتحاد كدعم يعني في الاماكن التمرين، لان احنا يعني سيلف سستيند، احنا بندفع لاماكن التمرين بتاعتنا كل الماتشات احنا اللي بنحاسب عليها، فكنا محتاجين الدعم ده. اكتر حاجه مفرحانا في 2020 ان احنا هنقدر نلعب اول انترناشونال باوت اواي باوت. احنا هنسافر جنوب افريقيا في شهر 3، ودي هتبقى اول يعني اول بطوله افريقيه تتلعب في رولر ديربي. My goal for roller derby in Egypt would be to create more leagues around the country. No experience required. يعني to anyone فعلا can play this game. And I think this is very important and very empowering and حاجة special يعني. هي خلاص حاجة addictive. Once you started roller derby مش هتقدر توقفها يعني.